الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، من المعروف أن هناك صحفا ومجلات عربية توجه نشاطها الإعلامي في هذه الأيام لصالح السلام على النهج الذي تحلم به إسرائيل. والملاحظ أن هذا النشاط يتمركز بالضغط من خلال محاولات متنوعة على قطرنا العربي السوري، نظرا إلى أنه قد غدا اليوم مضرب المثل بحق للتسامي فوق الخداع الصهيوني والابتعاد عن منعرجات الحلول والجزئيات المفتتة لجدوى أي محاولة ابتغاء التضامن العربي المنشود. ولقد كان هذا اللقاء الصحفي الذي أجراه معي مراسل مجلة الوسط محاولة منها لنوع من الاستدراج إلى تصريحات تصدر من إنسان مثلي في إيمانه العميق واعتزازه الكبير بهذا القطر، أملا في أن يمد ذلك غاشية من الريبة بل الغموض على الموقف العربي والإسلامي الشامخ لهذا القطر الذي كان ولا يزال يتسامى فوق كل مكر وخداع. فلما لم يتح لهذه المجلة أن تحقق شيئا من الاستدراج الذي حاولته، استعاضت عن ذلك بغطاء من العناوين المناقضة مناقضة حادة لمضمون كلامي، أملا في أن يوجد من القراء من يستغني بالعناوين التي ترسمها كما تشاء ريشة المجلة وأهواؤها عن تتبع الكلام الذي يمليه عليها مواطن سوري شريف لا يساوم على حق ولا يتهاون في شرف، ولا يمكن أن يثير من كلامه زوبعة تعكر الصفاء الشامخ لمبدأ هذا القطر وراسخ ثباته على الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات عليه. وإذا كان فيكم من يتاح له عند الإصغاء إلى حديثي هذا مع مراسل هذه المجلة أن يقارن بينه وبين المنشور منه فيها، فإن بوسعه أن يتبين بشكل واضح مدى ما مارسته هذه المجلة من حذف وتقطيع وتوصيل للكلام الذي قلته. وأترككم الآن مع الحديث الصحفي الذي أجراه معي مراسل مجلة الوسط اللندنية. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلغ